مساء الخير. اهلا وسهلا. مدام رانيا اوضه كام؟ مدام رانيا هو حضرتك فنان؟ اصل مدام رانيا دي من ساعه ما جت عندنا وكل اللي بيسالوا عليها فنانين. مش حضرتك فنان برضو؟ فنان. اهلا وسهلا. اهلا بيك. مين من الزملاء جه سال عليها؟ المؤلف ده اللي اسمه ادم منصور، عارفه؟ اه طبعا طبعا. هو ده. طبعا. ادم منصور. طب هي اوضه رقم كام؟ ايه عوض؟ مساء الخير يا باشا. مساء النور. الاستاذ بيسال عن مدام رانيا. اه تحت امرك يا باشا، تحب ابلغها عشان تنزل لك؟ انا ممكن اطلع لها. انت عايزه، اتفضل. اتفضل يا باشا. بس هو لا مؤاخذه يعني، هو سعادتك تقرب لها ايه؟ احنا بنسيون محترم، مش اي حد يطلع الاوض فوق زي ما انت شايف يعني. سعادتك تقرب لها ايه؟ انت هتعرف حالا ان اقرب لها. قلت لي اسمك ايه؟ محسوبك صلاح. طب يلا يا ابو صلاح، يلا يا ابو صلاح. اتفضل اتفضل يا باشا اتفضل. ايه الاوضه دي؟ اتفضل اتفضل يا باشا. يا ست رانيا، في ضيف بره عايزه. ست رانيا، لا كده شكلهم نايمين. متأكد ان متأكد ان الأوضة دي أوضتها؟ ايه بقى يا باشا، انا هتوع عن أوضة زبايني برضه. 57. اه 57 يا ست رانيا. لا هو كده تقريبا مفيش حد جوه. مفيش حد جوه ازاي؟ كنت قايل انها فوق. يا باشا يعني لو خرجوا اعمل ايه طيب؟ ما تفتح الأوضة. ايوه. طب افتح افتح يا باشا، ما هم لو جوه كده هتبقى قاعدة براحتها ولا حاجة، ما يصحش. افتح يا ابو صلاح، نطمن عليها بس يكون جرى لها حاجة. هو كده تقريبا عملوا شيك اوت. شيك اوت ازاي يعني؟ شيك اوت ازاي؟ يا باشا انت مجنون بتمسك لي كده، انت مجنون؟ انت قلت لي انها فوق. يا باشا انا اعمل لك ايه؟ يمكن خرج وانا بفك ميه. انت مجنون؟ قوم يا عم، قوم دور في البنسيون، قوم دور في البنسيون. زي الله. يستحق العيش يا عزت. هو الاكل ده فيه حاجه؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه في بيتك؟ تعالى هنا. مؤاخذة يا باشا، معلش.